كان كاينه امكانيه انه مع الحركه النسائيه ومع واحد العدد ديال الاحزاب والنقابات اللي هي جاده، كان بالامكان انه يكون هناك تشاور ونتقدموا بمذكره اللي هي تكون موحده بالفعل. مازال ما جاش الوقت لهذه المساله هذه. علاش؟ لانه من ناحيه كتلقى الاحزاب ولا الجمعيات ولا هذا، كل واحد منشغل براسو. علاش؟ لان الدوله وجهت لنا ضربات قاضيه، سواء الاحزاب اليساريه التقدميه اللي هي اليوم موبلقنه وضعيفه، ماشي غير موبلقنه، ضعيفه جدا وخصها تبني راسها. وهذه المساله ديال اعاده البناء هي محوريه على مستوى الفكر، على مستوى التنظيم، على مستوى الفعل ديالها والعمل الميداني. ها ولينا ضعاف. واليوم خصنا نستوعبوا مساله اخرى، انه ماشي غير هذه الهيئات اللي تكلمتوا عليها، انه اليوم الشعب اصبح فاعلا سياسيا، خصنا نسمعوا ليه، خصنا نمشيو، والاحزاب خصها تكون عندها الامكانيات تاع الناس يسولوهم، يطرحوا عليهم اسئله، وانه تكون مناسبه ينوروهم في واحد العدد ديال القضايا باش يمكن لنا نوصلوا. هذا الشيء خصو شويه الوقت. ربما الدوله بغتتنا بانه غادي نديروا تعديل ديال المدونه كذا كذا. حنا كنشوفوا الاحزاب كتمر في في في, في التلفزه امام اللجنه الخاصه، وحنا ما عارفينش راسها واش غادي نمشيو لديك اللجنه الخاصه ولا لا. مثلا ما كانش التواصل ولا اعلان بانه راه مدونه سيتم مراجعتها، ونطلب من جميع الاحزاب والجمعيات والجهات انها توجد راسها وكذا، علما بان احنا خصنا نكونوا موجودين، ولكن باش نوجدوا وباش يمكن لنا نديروا واحد التنسيق. ممكن التنسيق، ممكن التنسيق تام جدا جدا. ملي كنطلع انا على واحد العدد ديال المذكرات ديال 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 الاحزاب ولا ديال الحركات النسائيه، كنلقى تطابق في واحد العدد ديال المقترحات. وما عليناش اليوم هذه اللجنه اللي هي اليوم قدمت واحد المذكره اللي هي فيها سانتيز خلاصه، راها كتشوف باننا رحنا في نفس التوجه، ولكن هاد التوجه ديال التقدمي في البلاد، هاد التوجه المحافظ في البلاد، وهاد التوجه الدولي فين باغي يدينا. انا كنتمنى انه الدوله المغربيه تكون عندها الشجاعه باش تمشي باتجاه المصلحه العامه ديال البلاد باطار الديمقراطه واطار التحديث. هذه هي المصلحه ديالنا، ماشي غير نستجبوا لاسيداو ونقولوا ايه سي فغي راه حنا كنزوجوا القصيرات غادي نقصوا منهم. لا، ماشي هذا. هذا راه مشروع مجتمعي متكامل للنهوض بالمرأة المغربية التي تعاني من عنف يعني متعدد، واننا خصنا نزيدوا نتقدموا.